مساء النور فايترز. اليوم ان شاء الله راح نبلش سلسلة الميتابوليزم. راح اعتمد بشرحي على المعلومات الموجودة بالورك بوك. راح انشر لكم الورك بوك وراح انشر لكم هذه المحاضرة بي دي اف ان شاء الله على قناة ستدي، قناة تليجرام موجودة، تقدرون توصلون الرابط اسفل بالديسكربشن. وايضا اكو قناة شرحت بها الميتابوليزم بطريقة تفصيلية أكثر. بهذه المحاضرات راح أعتمد طريقة مختصرة أكثر من الفيديوهات السابقة اللي اعتاديتوها، يعني ما راح يكون الفيديو طويل، راح يكون فيديو بسيط وسريع حتى أوصل فكرة وحتى أربط المعلومات. فاللي راح يستفادوا من هاي النوع من الفيديوهات هما نوعين من الأشخاص: النوع الأول اللي ما درس الميتابوليزم قبل ويريد يدرسه بطريقة سريعة حتى يضمن أنه يخلصه بوقت قياسي. النوع الثاني من الأشخاص اللي هم دارسي قبل ومتمكنين من عنده ولكن عندهم مشكلة بربط الأفكار فيريدون يربطون أفكارهم. مبدئيا راح تكون المحاضرة على قسمين، على جزئين. الجزء الأول راح نشرح عن nutrition and body weight، القسم الثاني راح نشرح على homeostasis control system and biological rhythm. فرح نعتمد النيوتريشن الآن، أما الهوميوستاسيس رح يكون بمحاضرة منفصلة بفيديو منفصل. أول شيء نيوتريشن and body weight، الديلي انرجي اكسبندشر. مبدئيا خلينا نعرف وحدة القياس. The joule is the unit of energy. أيضا عندنا الكالوري، هو أيضا يونت نستخدمها، وحدة نستخدمها في قياس الإنرجي، ولكن إحنا راح نعتمد الجول كوحدة للقياس بهذه المحاضرات، وأيضا معتمدة هي بالورك بوك ومعتمدة بأغلب، يعني على اعتبار أنها معتمدة بأغلب الدول، فرح نعتمد الجول. ولكن إذا طلب أو إذا احتاجت أنه أحول من الكالوري إلى الجول، فالواحد كالوري يساوي 4.184 جول جولز. مبدئيا مصروف الطاقة Daily Energy Expenditure رح يكون بثلاث محاور. المحور الأول اللي هو البيزل ميتابوليك ريت، البي ام ار. بالنسبة للبي ام ار ناخذ فكرة عنه، the basal energy required to maintain life. يعني اني مثلا كشخص انه احتاج كمية معينة من الطاقة لازمة حتى ابقى على قيد الحياة. فحتى نفهمها شنو البيزل ميتابوليك ريت، نتخيل انه شخص دخل بغيبوبة، يحتاج كمية من الطاقة تكفيه فقط حتى يبقى عايش. يعني هو لا رح يسوي physical activities ولا رح يسوي اي شيء ثاني، ولا رح يهضم حتى الطعام، رح يتناول الطعام عن طريق الجي اي تي، فما رح يكون عنده كل هاي الامور. فاللي رح يحتاجه فقط طاقة تكفيه حتى قلبه يدق، حتى يتنفس من رئته، حتى يقوم النيرفس سيستم يشتغل، وحتى يتم الامور اللي احنا نحتاجها واحنا بالكوما بالغيبوبة. فبمعنى انه البيزل ميتابوليك ريت هي الكمية من الطاقة اللي يحتاجها شخص معين وهو بالغيبوبة. يعني أقل مصروف للطاقة يخليني على قيد الحياة، أحتاجها حتى أبقى على قيد الحياة. The major tissue contributing are، عندنا السكيلتال مصل يستخدم 30% من البيزل من البي ام ار، السنترال نيرفس سيستم 20%، الليفر 20، والهارت 10%. ذني كل ذني التشوز الأورغانز السيستمز يستخدمن البي ام ار، فذني الاستهلاك مال البي ام ار رح يكون بذني. اما عندي شلون احسب البي ام ار، فالبي ام ار يساوي 100 تايمز بودي ويت. اني وزني شقد؟ مثلا انا شخصيا وزني 81، فاضربه في 100 فيصير عندي المصروف اللي اصرفه بالطاقة هو عبارة عن 8100 كيلو جول من البي ام ار، كبي ام ار فقط. اما عندي كملاحظة انه الومن يكون عندهم البي ام ار lower than men. ليش؟ لانه الومن اغلب اجسامهم تحوي كمية اكبر من الدهون مقارنة بالميل. الفيميل تحوي كمية اكبر من الدهون مقارنة بالميل. اما الادبوس تشوفه هو نسيج خامل ميتابوليكلي
ميتابوليكلي خامل، فلهذا السبب ما يستخدم كمية كبيرة من الطاقة، أساسا ما يستخدم طاقة، فلهذا السبب يكون عندي البي ام ار للفيميل أقل من البي ام ار للميل بسبب وجود الأديبوس تشو اللي هو نسيج خامل ما يصرف طاقة. عندي الهايبرثايرويديزم اللي هو ارتفاع افرازات الغدة الدرقية thyroid gland and hypothermia ذني ال two conditions يسبب an increase بال PMR. ايضا عندي المحور الثاني اللي يتم بصرف الطاقة هو ال voluntary physical activity, the energy required by a skeletal muscle for voluntary physical activity. يعني أنا أتمرن أو أمشي أتحرك أسوي أي فعالية جسدية هاي تعتبر voluntary physical activity. أدي أنواع من ال voluntary physical activity. أول نوع إنه يكون الشخص sedentary person, يعني فقط قاعد على المكتب, من يطلع يستخدم السيارة, ما يمشي هواي, قليل المشي جدا. فهذا الشخص حتى أحسب له ال voluntary إيش قد هو يصرف طاقة بال voluntary physical activity, فراح أعتمد ال BMR plus 30% of the BMR, يعني خلينا نقول 1.3 times BMR. اوكي, هاي النقطة. النقطة الثانية انه الشخص يكون moderate exercise, يعني do moderate exercise, يعني يتمرن بالاسبوع 3 ايام, كل يوم يتمرن بحدود الساعتين او بين الساعة والساعتين, فهذا نعتبره يعني البي ام ار مالته راح يكون البي ام ار بلس 70% of the PMR, يعني مصروف ال voluntary physical activity لهذا الشخص هو 1.7 times ال PMR, يعني مضروب بال PMR. أما الشخص أكثر واحد, هذا الشخص النشيط هو اللي do heavy exercise, فهذا بالنسبة له راح يكون ال voluntary physical activity مصروف الطاقة هو ضعف ال PMR, PMR plus 100% of the PMR. بالنسبة للصنف أو المحور الثالث اللي يتم بصرف الطاقة هو diet induced thermogenesis, the energy required to process the food. اوكي, احنا الفود اللي ناكله عن طريق الجي اي تي, عن طريق الفم ويدخل المعده وبعدين التستم وبعدين نروح للليفر, هذا نحتاج الى طاقه حتى نهضمه, فالطاقه اللي راح احتاجها حتى اهضم هذا الغذاء هي تساوي 10% من الطاقه الموجوده اساسا بهذا الغذاء. يعني مثلا انا عندي الموزه مثلا بها 10 كالوري, سوري 100 كالوري, 100 كالوريز, فاحتاج كيلو كالوريز, سوري, فاحتاج 10 كيلو كالوريز حتى اهضم هذه الموزة بهذا المعنى, فا equal to 10% of the energy content of the ingested food, يعني الفود اللي قاعد اسوي له هضم. The total energy, هسا احنا اخذنا قلنا ال daily energy expenditure راح تكون على 3 محاور, المحور الاول اللي هو ال PMR, المحور الثاني اللي هو ال voluntary physical activity, والمحور الثالث اللي هو diet induced thermogenesis. فهسا اريد نحسب هذني الثلاث محاور ونطلع التوتال المصروف التوتال باليوم. ف the total daily energy expenditure for is the sum of BMR, ال PMR, ال PMR plus ال energy for voluntary physical activity. فمثلا نفرض انه هو do heavy exercise, فال PMR مالته مثلا بالنسبة لي 8100, energy يعني do heavy exercise, فراح يكون ضعف ال PMR, فصار عندي وكأنه 3 أضعاف من ال PMR لحد الآن, أنا صار 3 أضعاف من ال PMR لحد الآن, plus 10% of the food of the energy content of ingested food, اللي هي مثلا إنه مثلا أنا أكل باليوم بما يقرب ال 15000 سعرة حرارية, فأحتاج إلى 1500 سعرة حرارية حتى أهضم هذا الغذاء, فبالنهاية صار عندي مصروف الطاقة ما يقرب 25000 و بحدود 25500 بهذا المعنى يعني, او اكثر اكيد من هذا, فانه راح يكون مصروف الطاقة او اقل, سوري ما اعرف بالضبط صراحة, بس انه كحسابات راح يكون بهذه الطريقة.
بالنسبة للـ energy requirement، فعندنا احنا الـ energy من نحصل عليها، وكل نوع من الـ nutrients اشقد بيها energy، هذا اللي راح نفهمه من الـ energy requirement. بالنسبة للـ fat فيحتوي على 37 كيلو جول بير غرام، يعني كل غرام راح يعطيني 37 كيلو جول. الكربوهيدرات راح تكون 17 والبروتين راح يكون 17، اما الالكوهول فراح تكون 29 كيلو جول بير غرام. عندنا الـ an ideal diet the percentage of each of the above should be، يعني من اني اريد يكون غذائي مثالي واريد يكون غذائي صحي فلازم اعتمد الاتي. راح يكون الفات بنسبة 30%، لازم اكل غذائي اليومي لازم يكون فات بنسبة 30%، كربوهيدرات بنسبة 55%، وبروتين بنسبة 15%، واكيد اني ما محتاج الالكوهول، definitely no need for alcohol. ايضا we need fats because احنا هسه ليش طالما انه انا اقدر احصل على الغذاء من البروتين ومن الكربوهيدرات، شنو اللي يخليني اكل او شنو يخليني اتناول الدهون؟ اللي يخليني اتناول الدهون الاتي هو اولا they have an energy yield sum 2.2 times greater than carbohydrates or proteins، يعني كمية الطاقة الموجودة بالفات هي ضعف كمية الطاقة الموجودة بالكربوهيدرات أو بالبروتين. فلهذا السبب if we rely on fat free diet، إذا نعتمد على غذاء خالي تماما من الفات، إيش راح نحتاج؟ we have to eat almost twice of normal amount of food. يعني اذا نعتمد على اذا اتخلص من الفود تماما من الفات تماما وما اكل فات ابدا، فاحتاج ان اكل ضعف الكربوهيدرات اللي اكلهن وضعف البروتين اللي اكله، يعني راح اكل ضعف الغذاء اللي انا اكله بالحاله الطبيعيه. النقطه الثانيه ليش انه انا احتاج اكل فات، فهي انه الفات is necessary for the absorption of the fat soluble vitamins اللي هي الA والD والE and K. فذني الفيتامينز أنا ما أقدر أسوي لهم absorption إذا ما أكل وياهن فات. بنفس الوقت عندي الحالة الأخيرة اللي أنا أحتاج أن أكل فات بسببها هو إنه certain fatty acids عندي أنا essential fatty acid، الفاتي أسيد اللي أنا ما أقدر أصنعها، طبعا جسمي يصنع الفاتي أسيد، أكو نوع من الفاتي أسيد essential fatty acid إنه أنا ما أقدر أصنعها فأحتاجها من الدايت، فالدايت راح يكون أكيد عن طريق الفات بشكل فات اللي من أمثلة الليو لينك أسيد والليو ليك فاتي أسيد، فذني اثنيناتن أنا أحتاجهن عن طريق الغذاء لأنه ما أقدر أصنعهن، وذني ضروريات بالسيل ممبرينز، السيل ممبرينز ضروري جدا بالنسبة لها ليوليك والليوليك أسيد. أما أيضا عندي الإيكوسينويدز، الإيكوسينويدز اللي هي عبارة عن regulatory molecules اللي هن هرمونات تكون بشكل إيكوسينويد، إحنا عندنا الهرمونات تكون نوعين الستيرويدز والإيكوسينويدز. الإيكوسينويدز أنا أحتاج ذني التو type of fatty acid حتى أقدر أصنع الإيكوسينويدز، فذني الأسباب اللي تخليني أكل الفات وما أقدر أستغني عن الفات، أحتاجها بالسيل ممبرين، أحتاجها بالإيكوسينويد، أحتاجها بالabsorption of vitamins، وأحتاجها أيضا لأنه إذا ما أكلتها راح أضطر أكل ضعف الأكل اللي أكله بالحالة الطبيعية. بالنسبة للماكرونيوترينز الدايتري ريكويرمنتس، احنا عندنا نوعين من النوعين، او اقدر اقسم الاشياء اللي اكلها الى نوعين اللي هي ماكرونيوترينز. ماكرونيوترينز اقصد بيها البروتينز fats and carbohydrates. البروتين بالنسبة لي بروتين بشكل عام داخل الجسم اكو شيء نسميه turn over of the protein اللي هو شنو؟ اني البروتين بالنسبة لي يعني الانزيمز، يعني الاكتين والمايوسين الموجودة بالعضلات السكلتال مسل، بالنسبة لي يعني هواي شغلات. فاني مثلا انه سويت انزيمات معينة،
هاي الانزيمات استخدمتها لفترة معينة وبعدين سويت لها بريك داون، بعد ما احتاجتها اقدر اسوي لها تحطيم. فالامينو اسيد اللي تطلع او اللي استحصلها من تحطيم هذا الانزيم اقدر استخدمها بانزيم ثاني او بمكان ثاني انا احتاج به البروتين. فالفكرة انه قاعد يصير عندي بريك داون وسينثيسيس بشكل دوري بشكل دوري، فهذا الشيء نسميه continuous turnover. طبعا ذني اللي يصير لهم تحطيم بشكل دوري هنا عبارة عن 400 غرام من البروتين. هاي كل الفكرة بالموضوع. أنا أحتاج طبعا أحيانا يصير further degradation، يعني أحيانا يصير breakdown وما أقدر أعوضه، هذا يوم بشكل يومي يصير عندي، فأحتاج أنه أكل 35 غرام من البروتين يوميا على الأقل حتى أعوض ال further degradation أو حتى أعوض الخسارة بالبروتين اللي قاعد يصير بسبب ال further degradation. بالنسبة للنيتروجين of degraded amino acids، طبعا احنا البروتين يحتوي على نيتروجين، والنيتروجين يخرج عن طريق اليورين بشكل يوريا، فأني احتاج انه يكون عندي بالانس بالنيتروجين. البالانس بالنيتروجين يعني انه اني لازم الكمية النيتروجين اللي اخذها اللي intake نيتروجين يساوي lose نيتروجين او نيتروجين that I lose. فالفكرة هنا انه انا احتاج اكل 35 غرام يوميا من البروتين حتى تكون نسب حتى تكون هاي المعادلة balance متساوية. في حالة اذا ما كانت متساوية فهاي هنا اكو مشكلة، ممكن تكون اكو مشكله، يا اما انه انا الانتاج قاعد يكون عندي قليل واللوس كثير، وفي حاله اذا بالعكس انه انا قاعد اكل كميه اعلى من البروتين فرح يكون عندي الانتاج اعلى من اللوس وبالنهايه رح يكون بوزيتيف. فهنا الفكره شنو؟ الفكره انه لازم اني اعوض النيتروجين، اذا ما عوضته فاكو مشكله، فاحتاج على الاقل هاي كنسبه على الاقل احتاج 35 غرام من البروتين حتى اعوض النقص اللي قاعد يصير بالنيتروجين. There are essential، عندنا احنا الامينو اسيد اللي هي المونومرز اوف ذا بروتين، وشرحنا هذا الشيء كثيرا بالام جي دي، واعتقد انه الكل طالما وصلت لهذه المرحله فالكل يعرف شنو معنات essential امينو اسيد، اللي هو الامينو اسيد اللي اني ما اقدر اصنعها، والنون اسينشال امينو اسيد هي الامينو اسيد اللي اني اقدر اصنعها. فالاسينشال لازم اخذها من الدايت، والنون اسينشال اني اقدر اصنعها ما احتاج انه اخذها من الدايت. بالنسبة للمايكرونيوترينز الدايت ريكويرمنتس، ايضا قلنا احنا راح نقسم الاشياء اللي اكلها الى قسمين اساسيين اللي هي الماكرو والمايكرو. فالمايكرو تكون يا اما فيتامينز يا اما مينرالز. بالنسبة للفيتامينز فهي تقسم يا اما فات سوليوبل فيتامينز ووتر سوليوبل فيتامينز. بالنسبة للفيتامينز طبعا رح ناخذها in consideration، we will take it in consideration in the summer، بالعطلة ان شاء الله رح تاخذها بطريقة تفصيلية اكثر ورح نفهمها، واكو فصل كامل بالبينكوت فقط عن الفيتامينز، نصنف الفيتامينز ونفهم شنو الفيتامينز وين نحتاجهم. الووتر، بالنسبة للووتر عندي انا لازم يكون الجسم هو مكون من 50-60% من عنده هو عبارة عن water بالنسبة للأدلت، أما بالنسبة للشترين فرح يكون 70%. بالنسبة للأفرج، الأفرج water lose is 2.5 liter per day، يعني أنا أصرف أو أستهلك الماء أو أخسر كمية من الماء هي عبارة عن لترين ونص يوميا. وين قاعدة تصير الخسارة؟ طبعا قاعدة تصير الخسارة باليورين نسبة 1.5 لتر بير داي، بالأكسبارد اير أكسبارد اللي هي 0.4 لتر بير داي، وبالسكن عن طريق السويت راح تكون 0.5، وعن طريق الفيسز راح تكون 0.1. ولكن اني ارجع منها يعني عن طريق الميتابوليزم سيلولر ميتابوليزم، فراح يرجع عندي دم راح يعني كمية من الماء راح اكسب كمية من الماء بنسبة 0.35 لتر per day. فلهذا السبب راح يكون الحاجة من الماء يوميا بشكل average، يعني مو بشكل يعني ideal او يعني average، راح يكون 2.15.
فأحتاج على الأقل لترين من الماء يوميا حتى أعوض الخسارة اللي يأثر عندي بالماء. عندي بالنسبة للدايتري فايبر، فعندي نوع من الفايبرز اللي هو السيلولوز أنا أكله اللي هو البلانت بلانت ماتيريال، فأني أكلهن ضروريات إن is necessary هنا is وليس إن is necessary for from is necessary from أو for normal. هنا أنا أكل غلط بالإنجليش، غلط يعني إملائي، سوري مطبعي يعني إملائي مطبعي. المهم ف normal bowel disease، فالمهم إنه أنا أحتاج السيلولوز، أحتاج السيلولوز للفانكشن مال الجي أي تي حتى تكون normal. بالنسبة لي راح ناخذ هسه موضوع ثاني اللي هو البادي ماس اندكس البي ام اي. قبل لا نعرف شنو هو البي ام اي خلينا نفهم شلون نحسبه. البي ام اي هو عبارة عن الويت، الويت يعني وزن الجسم بالكيلوغرام مقسوم على الطول تربيع الهايت سكوير، فبالمتر طبعا بالميتر راح يكون هو هذا البودي ماس اندكس. اما البودي ماس اندكس شنو هو؟ هو عبارة عن طريقة، it's a simple way to estimate desirable weight desirable weight for men and women as following. طيب هو عبارة عن طريقة حتى افهم انه هذا الشخص اعتبره سمين ولا اعتبره نحيف ولا اعتبره نورمال ولا اعتبره severely obese. هذا هو يعني هاي عبارة عن طريقة حتى افهم بها هاي النقاط. بالنسبة للأندر ويت راح يكون إذا كان البي ام اي مالته عبارة عن أقل من 18.5 فراح أعتبره أندر ويت، يعني نحيف محتاج أن يأكل أكثر حتى يوصل للديزايربل رينج اللي هو ما بين 18.5 إلى 24.9. بالنسبة إذا للأوفر ويت فلازم الأوفر ويت حتى أقول عليه أوفر ويت لازم يكون عند البي ام اي ما بين 25 و 29.9. بالنسبة للأوبيس راح يكون ما بين 30 و 34.9. سفير للأوبيس راح يكون أكثر من 35 بي 35 البي ام اي مالته. فهاي كفكرة عن البي ام اي. ملاحظة هنا أنا أشير لها ملاحظة مهمة أنه دائما ننتبه لها. أنا عندي دائما الـ يعني بالنسبة للميتابوليزم واللي راح نشرحه مستقبلا واللي قاعد نشرحه هو دائما كلينيكال اورينتد، يعني أنا أريد أوجهك كلينيكال أنه تفكر بطريقة كلينيكال. فالبي ام اي والبي ام ار وكل هاي الأمور اللي شرحتها هي كلينيكال. طيب some nutritional disease هذا راح يكون آخر موضوع عندي. malnutrition سوء التغذية. سوء التغذية طبعا ينفهم على نوعين. سوء التغذية ممكن يكون انه اني اتناول كمية كبيرة من الغذاء فعندي سوء تغذية، او ممكن اتناول كمية قليلة من الغذاء فهذا ايضا يعتبر سوء تغذية. فسوء التغذية يكون سبب شنو؟ is a condition caused by an imbalance between what an individual eats and what that individual requires. يعني يكون عدم توازن ما بين احتياجي من الغذاء والغذاء اللي اتناوله، بين ما بين الكميه اللي احتاجها والكميه اللي اتناولها. To maintain health. Malabsorption is a condition caused by a failure to digest or absorb or absorb ingested nutrients. يعني عندي المال absorption انه اني اتناول الغذاء ولكن قاعد تصير عندي مشكلة بالميتابوليزم او بالدايجستشن مال هذا الغذاء، او قاعد تصير عندي مشكلة بمشكلة معينة بحيث قاعد تؤدي الى انه ما اقدر امتص هذا الغذاء اللي اتناوله، فنسمي هاي الحالة المال absorption. عندي حالة ثانية متعلقة بالبروتين اللي هو بروتين انرجي مال نيوتريشن. بالحالة الطبيعية انه الشخص اذا ما اكل لفترة طويلة يعني عنده starvation عنده مجاعة، فراح يكون يعني هاي المجاعة راح تستمر لفترة معينة. بالاول راح نصرف احنا الجلايكوجين الموجود بالليفر، بعدها راح نصرف الدهون الى ان نوصل للبروتين، راح نصرف بالنهاية البروتين. اذا صرفنا البروتين تماما يعني استخدمنا البروتين كسورس اوف انرجي راح نموت بعد ما عندنا طاقة ثانية، بعد ما عندنا اي مصدر ثاني للطاقة نستخدمه. ففكرة البروتين انرجي مال نوتريشن انه انا وصلت للمرحلة انه قاعد اصرف البروتين، ف
فيعني وصل لمرحلة بالستارفيشن يمكن بعد أسبوع من عدم الأكل، أو يمكن أكثر من أسبوع، يمكن شهر من عدم الأكل، راح أوصل لهاي النقطة طبعا حسب الفات اللي عندي. فهاي هي عبارة عن البروتين انرجي مال النيوتريشن. بالنسبة للبروتين مال النيوتريشن فعندي نوعين، there are two common types. التايب الأول اللي هو المارسمس، المارسمس، وراح نشوف بعدين الكوشر كور، راح نشوف هذا التو ديزيزز. فبالنسبة للمارسمس اثنين سنين طبعا يصيرن بالأطفال، يصيبن الأطفال. المارسمس هو عبارة عن البروتين مال نيوتريشن ولكن يصير بالأطفال، most common seen in children under the age of 5. هذا الكونديشن او هذا المرض نسميه مارسمس. ارجع اعيد، المارسمس يصير فقط بالاطفال، حتى فقط تذكره لانه مهم. obvious signs of fat and muscle waste، يعني هو عبارة عن بروتين انرجي مال نيوتريشن، نفس الكونديشن راح يصير، نفس الظروف، انه راح يكون بي لوز اوف فات ولوز اوف مسل بالنهاية، حتى نصل الى مرحلة ان نقوم نهضم المسلز مالتنا، وهي يعني حالة متقدمة جدا من الستارفيشن. هذا المارسمس الساينس مالته ان يكون الشخص الطفل يكون عنده دايريا يعني اسهال، يكون عنده انيميا، يعني الانيميا ممكن تصير كومن، فهاي الساينس اللي تصير عنده. ايضا نو اديما. الاديما هي عبارة عن شنو؟ احنا عندنا الشيء نسميه الانترستيشال فلويد. الانترستيشال فلويد هو يعني السائل ما بين الخلايا، راح نتكلم ان شاء الله عنه في المحاضرة الجاية. فبالنسبة للاديما هو انه يصير عندي تجمع من هذا السائل، تجمع يعني كمية كبيرة من الانترستيشال فلويد تكون تحت الجلد مباشرة، فهاي الكونديشن نسميه أديمة. فلاحظ انه اشبه بالورم ولكن هو ورم من دون الم، يعني اشبه بالورم ولكن هو مو ورم وما بألم. فهذا نوع أديمة، يعني ما عندي بالمارسمس ما يصير عندي أديمة. ولكن عندي الكوشر كور موضوع شوي مختلف ولكن ايضا متعلق بالبروتين. children displaced from breastfeeding diet with a very low protein content، يعني اني اطعم هذا الطفل غذاء يكون بكمية قليلة من البروتين. هذا الكونديشن اللي قاعد يصير عندي. شنو الساينس اللي ألاحظها على الطفل؟ الطفل راح يكون apathetic. apathetic يعني انه يزهق من اي شيء، ما له خلق يسوي اي شيء. راح يكون lethargic. lethargic قصده بيه انه نحي، انه يعني شو نقول، انه كسول، ما يؤدي اي وظائف حيوية، يعني ما عنده، ما له خلق يسوي شيء، كسول، جسمه نحيل جدا، فهذا الليثرجيك. واخر شيء الانوركسيا انه فقدان الشهية، يعني شو نلاحظ انه الطفل صار عنده فقدان شهية. ايضا عندنا جنرالايزد اديما على عكس المارسمس. بالاكواشير كور راح يكون عندي اديما موجوده بكل الجسم. الهيبوتوميغالي يعني تضخم بالكبد. ايضا عندي السيرم البومين از also لو. الالبومين هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن بروتين موجود بالدم بكثره جدا، وظيفته انه ينقل المولكيولز، يعني هو عباره عن شركه النقل داخل الدم. هذا هو الألبومين. فطبعا لأنه أساسا عندي أني الحالة هي نقصان البروتين بالغذاء، فرح يصير عندي الألبومين، ديبليشن بالألبومين، وهو أساسا هو هذا سبب الأديمة، لأنه الأديمة رح تكون موجودة. الأنيميا أس كمان أيضا ممكن يصير عندي أنيميا. طبعا لهنا انتهت عندي البارت الأول، ورح يعني أقطع لهنا وأكمل البارت الثاني بفيديو منفصل.